الجناح المتطرف في جمهور الفريق قد أعلنت عن رفضها لهذه الصفقة، إلا أن إدارة الفريق أكدت أنها مصممة على إتمام الصفقة في إطار بناء هوية جديدة للفريق ولتعزيز قدراته المادية والمهنية. هذا ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن الاتفاقية في مؤتمر صحفي مشترك يعقد غدا بحضور إدارة الفريق الجانب فريق الجانب الإماراتي. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي مراسل i24 نيوز أدهم حبيب الله. مرحبا بك أدهم. هل من أصداء هناك في إسرائيل لهذه الاتفاقية، ولا سيما وأن بيطار القدس هو فريق حزب الليكود بزعامة نتنياهو واليمين في إسرائيل؟ بالطبع يعني هناك ترحيب إسرائيلي تحديدا في هذه المرحلة بعد إتمام هذه الصفقة التاريخية كما ذكرت لورين. هذه الصفقة التي تم الكشف عنها لأول مرة في قناة i24 نيوز، ولدينا بالطبع يعني تحدثنا كثيرا عن هذه الصفقة والتي تمت اليوم. يعني نتحدث عن صفقة التي تصل إلى 300 مليون شيكل، أي ما يقارب 70 أو 80 مليون دولار بحسب هذه القيمة. وبموجب هذه الاتفاقية الجانب الإماراتي سيستولي على 50% من قيمة أو من أسهم النادي، بالإضافة إلى موشي حجاج مالك هذا النادي. الآن يعني إدارة الدوري الإسرائيلي رحبت بهذه الاتفاقية والتي هي الأخرى اليوم وقعت على مذكرة التفاهم مع الجانب الإماراتي فيما يتعلق بالتعاون المشترك في مجال الرياضة. ولذلك صفقة بيطار القدس هي الصفقة الثانية بعد إتمام الصفقة مع أو مذكرة التفاهم بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي. بالطبع يعني ذكرت أيضا أن هناك غضب على الأقل من قبل جمهور اللافاميليا، وهذا الجمهور يعني بالطبع الخارج عن القانون والذي يعد أنه ضد العرب في فريق بيطار القدس. يعني بالطبع يرفض مشاركة لاعب عربي في هذا النادي، فريق معروف على أنه يميني وأيضا مقرب من الحكم وتحديدا بنيامين نتنياهو. ولذلك هو بحسب أنباء صادرة من إسرائيل، وكان لي حديث يعني قبل قليل مع أحد الأشخاص المقربين من نادي بيطار القدس، قال لولا بنيامين نتنياهو لما تمت أيضا هذه الصفقة. وبنيامين نتنياهو يريد من خلال بيطار القدس كسب شعبية اليمين وتحديدا جمهور بيطار القدس، الذي ينقسم بين مشجع لأفيكتور ليبرمان وبين مشجع لنفتالي بنت وبين مشجع للليكود. هو في الأساس يعني النواة الصلبة لحزب الليكود. بنيامين نتنياهو من خلال هذه الصفقة الرياضية يريد مكاسب سياسية. على سبيل المثال في حال تمت هذه الصفقة نحن نتحدث على أموال طائلة قد تصل لفريق بيطار القدس الذي سيعود لمنافسة على بطولة الدوري الإسرائيلي، ولربما قد يشارك في دوري أبطال أوروبا، ومن هنا الشعبية ستزيد بسبب الأموال. إذن هي في الجهة الأولى مصلحة لبيطار القدس على المستوى الاقتصادي المالي المادي، هناك مصلحة إماراتية أيضا بالدخول إلى القدس عبر بوابة الرياضة وتحديدا بيطار، نحن لا نتحدث هناك عن فريق عربي. وبالطبع العلاقات الوطيدة بين مشيخ وغيغ مالك فريق بيطار القدس وهو رجل أعمال، وبين بن خليفة الذي أتم هذه الصفقة من الجانب الإماراتي، هناك علاقات يعني مزدوجة، علاقات مشتركة، علاقات اقتصادية سياسية حيث تربط هذه الصفقة. ولذلك في إسرائيل يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية احتفت بهذا الحدث وهي تتساءل كيف سيستقبل جمهور بيطار القدس بن خليفة في استاد تيدي، هذا هو ملعب بيطار القدس، إلى جانب أفيكتور ليبرمان وهو معروف بمواقفه اليمينية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات اليمينية في إسرائيل، إلى جانب شخصية عربية في المدرجات. نعم أدهم، هل ستكون هذه الصفقة الوحيدة في مجال الرياضة بين مستثمرين خليجيين وأندية إسرائيلية برأيك؟ كشفنا من خلال برنامجنا الرياضي الساد 24 في الحلقة السابقة على أن إداري فريق اتحاد أبناء سخنين ورئيس إدارة فريق اتحاد أبناء سخنين متواجد الآن في دولة الإمارات، ويسعى هو الآخر أيضا إلى ربط مذكرة تفاهم مع أحد الفرق أو إحدى الأندية هناك. بالإضافة إلى ذلك يعني مكابي حيفا هو فريق عريق في الدوري الإسرائيلي وحاز وفاز على بطولات كثيرة في الدوري الإسرائيلي، سيقوم بإجراء مباراة ودية مع نادي العين الإماراتي ضمن مذكرة تفاهم هي الأخرى بين الناديين. ولذلك لا نستبعد أن تكون هناك أيضا صفقة أخرى بين هبوعل بئر السبع، هذا الفريق والذي يمثل النقب ويمثل أيضا جنوب البلاد هنا في إسرائيل، والذي يسعى أيضا إلى إبرام صفقة أخرى، بينما هبوعل تل أبيب أيضا المتعثر في قاء اللائحة يسعى طوال الوقت
من أجل إبرام صفقة. لا نستبعد أيضا دخول رجال أعمال إماراتيين، ولكن المانع لورين في هذه النقطة، وأنا تحدثت مع العديد من الشخصيات هناك، جائحة كورونا والتي تمنع دخول المتفرجين والجمهور إلى داخل المدرجات، بالإضافة إلى ذلك يعني التأخر في توقيع الاتفاقية وتزامنها، يعني نحن نتحدث فقط عن شهر سبتمبر أيلول وقد بدأت الدوريات، لربما قد تكون خلال السنة المقبلة هناك اتفاقيات أخرى ومن نوع آخر، علما يعني أن توقيع اللاعب ضياء سبع اللاعب منتخب إسرائيل في نادي النصر الإماراتي كان ضمن اتفاقيات التطبيع، ولذلك من غير المستبعد أن تكون هناك أيضا صفقات أخرى قد تتعلق في سياقات أخرى، على سبيل المثال الاستثمار في البنية التحتية الرياضية مثل ما حدث في مدينة سخنين حيث تم بناء هناك. وصلت الفكرة. الزميل الصحفي في I24 News أدهم حبيب الله، شكرا جزيلا على جميع هذه المعلومات.